ما فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة لهذه الجياد والأفراس. متابعينا الكرام، مفتوح الدرجات، مسافة الميل وربع الميل، مسافة الألفين متر، انطلاقة السريعة التي تبدأ من قبل كاربينو الآن من المسار الخارجي، وحاول أن يتقدم للمسار الداخلي، وإلى جانبه زوران. زوران الذي يكون في المركز الثاني في هذه الصورة، بينما ماي فرانكل من هناك من المسار الخارجي يتابع الموقف. انطلاقة حذرة لهذه الأسماء إلى الآن، مسافة الألفين متر، مسافة الميل وربع الميل، المسافة الكلاسيكية. أنكل حامد يبان الآن في المركز الثاني، يتقدم زوران. زوران يأتي أيضا للمركز الثالث، بينما لازال يتابع هناك أولد هاربور في المركز الخامس في هذه الصورة تحديدا، مع تقدم لمتسامح أيضا من المسار الداخلي. هنا رباعي خط المقدمة، كاربينو وزوران زوران وماي فرانكل وأنكل حامد، هذه الأسماء القوية، الأسماء الكبيرة. المنعطف الأول لهذه الأسماء متابعينا الكرام، كاربينو يحافظ على الصدارة، يحافظ على المركز الأول. ماي فرانكل لا زال بقيادة راموس، يمسك به عبد الله العوفي. ماي فرانكل يمسك به عبد الله العوفي في هذه الصورة تحديدا، يبدأ يطلب منه المزيد ماي فرانكل في المركز الثاني، بينما كاربينو يتقدم الآن وبقوة، لازال يتمسك بالصدارة. هنا محاولات من ماي فرانكل، محاولات مع عبد الله العوفي للتقدم من المسار الخارجي، بينما كاربينو يواصل كاربينو المئتين متر الأخيرة. هل يفعلها كاربينو؟ هل يفعلها بالفعل؟ هذا هو ما سيحصل. كاربينو ما شاء الله تبارك الله، وبعدد من الأطوال يتغلب في هذا الشوط على أبطال، على ماي فرانكل، على زوران زوران وبقية الأسماء القوية. ما شاء الله تبارك الله، كاربينو ليرفع صالة الغريبان، تدريبات وأعداد فواز الغريبان، وقيادة موفقة.